FM. الكلمة ليك كاب موتيفاسيون. احضر بحذنا اليوم كما كل نهار اثنين الكوتش مروان جزيري. مرحبا مروان. اهلا بك. شحوي لك لاباس؟ يا ربي لك الحمد. به مروان اليوم ما نحكيو على التحضير الذهني لامتحانات البكالوريا. كما نعرفوا مازالوا نهارين على الامتحانات، برشا تلامذة تلقاهم متخوفين، الضغط ماشي ويكبر من العائله من الجو العام، فتره المراجعه سورتو. اليوم نحن باش نتناولوا طريقه ناجعه برشا واللي ماناش متعودين نستغلوها. الطريقه اللي نقدموها اليوم ناجحه وهي التحضير الذهني. كان زيد تحكي لنا عليها كوتش. أمل توا قريب يبداو الامتحانات والجو بدا يسخن. اي اكثر يسخن كوسوا في العائله كوسوا في المحيط اللي نعيشوا فيه. دونك انا باش نبدا الانترفونسيون تاع اليوم نحب نطمن تلامذة الباك، نحب نقول لهم راهو مهما كان اللي حضرتوه اللي في بالكم شويه حضرتوه راهو يزازي يكفي ويوفي باش تنجحوا تجيبوا معادلات اللي تحبوا عليها. وحتى العباد اللي بتاتر يكونوا ستريسي خاطر يلوجوا على التفوق، خاطر يحب يمشي في ليزونيفرسيتي الكبار ولا حبوا يطلعوا يقراوا لبرا، كيف راهو اللي حضرتوه النيفو دو موتيفاسيون تاعكم عام كامل يخولوا لكم باش تجيبوا المعادلات اللي تحبوها. اما شنو يقعد حاجه برك، شنو اللي يعمل الفارق امل نهار الامتحان؟ التحضير صحيح، اما فيش فايده اذا انت تحضر على الاخر وصارت. وانا نعرف برشا عباد تحطوا في المواقف هذه، يحضر بالكدا نهار الامتحان يا يدخل بعضه يا ستريسي، دونك اللي حضروا كل يفقدوا. دونك العامل اللي يعمل الفارق نهار الامتحان هو التحضير النفسي. وكي نحكيوا على التحضير النفسي باش ندخلوا ديريكتومون في صلب الموضوع، من احسن الطرق ولا من اقصر الطرق وانجع الطرق تاع التحضير النفسي هي سكون ابل لا بريباراسيون مونتال، وباش نكونوا اكثر دقه هي التصور النجاح والتصور سكون ابل لا فيزواليزاسيون دو سوكسي. معناها كيفاش تتصور روحك من قبل في وضعية متاع نجاح. هي تزيد تحكي لنا مروان معناها كيفاش تفسر لنا الوضعية أكثر باش التلامذة اللي قاعدين يسمعوا فينا يطبقوها. دونك احنا التكنيك هذه مستوحاة من العالم الرياضي. معناها دونك لي سبورتيف اللي باش يمشيو عادي باش يعملوا ماتش كبير، دونك ديما فما ان بريباراتور مونتال يحضرهم للماتش الكبير هذا. دونك باش التلامذة اللي يسمعوا فينا حتى بعد بالنسبه للفيديو باش يجمو يطبقوا الفيزواليزاسيون كرياتيف هذايا، باش نطلب منهم باش يحطوا روايحهم في بوزيسيون لا بلو كونفورتابل بوسيبل، بقعه يكونوا فيها مرتاحين على الاخر. البقعه هذه وباش يكون الاكزرسيس يكون اكثر نجاعه، ننصحهم باش يعملوا اللي باش نقولوا انا توا هما بعد ما يسكروا عينيهم. دونك بعد ما يسكروا عينيهم باش نطلب منك اللي تسمع فيا باش تركز على حاجه انت ديما تعمل فيها. حاجه تعمل فيها ملي حليت عينك للدنيا، باش تركز على التنفس نتاعك، تركز على الانسبيراسيون والاكسبيراسيون نتاعك. باش تركز على الهواء اللي داخل وهو اللي خارج. تترى لي بعد 30 35 40 ثانية باش تحس باسترخاء ما عشتوش قبل. تنفس صحيح هذايا لازمه. تنفس صحيح وتركيز على التنفس وانت مسكر عينيك، دونك باش تحس باسترخاء. كي تاخذ الاسترخاء هذاك باش نطلب منك باش ترجع بذاكرتك قبل المواقف والوضعيات اللي عرفت فيهم نجاحات سواء في القراية ولا برا. بالقراية مش مهم، المفيد نجاحات. وفما برشا نجاحات عشتهم قبل. دونك النجاحات هذوما حاول عاود تذكر روحك واش عليك وقتها رجعت، عاود تحس الاحاسيس اللي حسيتهم وقتها، عاود تحس الشعور كيفاش تجاوزت الصعوبه هذيك وكيفاش نجحت. تنجم حتى تتبسم وتقول سيدي هاو يطلع مني. معناها اكيد واحد كي باش يتفكر النجاحات نتاعو باش يتبسم، دونك باش يتذكر النجاحات هذوك يعاود يعيشهم قش عليه هو بريزون وقتها، معناها بدنيا شعوريا يعاود يعيش الاحاسيس هذيك الكل. بعد ما تخلط للاحساس هذاك توا تخيل روحك ليله الامتحان او نهار نتاع باك هو غدوه. تخيل روحك انت ليله الامتحان كيفاش نظمت حوايجك الكل، حطيته فوق البير والحاجات اللي باش تحتاجها من غدوه، بطاقه تعريف ولا غيره، وادوات اللي باش تخدم بهم باش تعدي الامتحان نتاع النهار الاولاني. تصور روحك وتخيل روحك كيفاش بتمشي تعمل، خاطر سي عديت فتره المراجعه واستغليت اللي نجمت تستغله وحفظت وراجعت اللي نجمت تراجعه. دونك توا تخيل روحك باش تمشي تعمل حاجه باش تفردك، باش تعدي ساعه ولا ساعه ونص باش تعمل حاجه اللي تفردك.
تخرج تعمل دورة تفرج فيلم تقعد مع والديك أعمل حاجة اللي باش تفرد تخيل روحك زادة اللي سي باش جاي الوقت اللي باش تمشي تشد فرشك ومرة هذية باش تشد فرشك بكري وباش تمشي تشد فرشك وانت بالك مرتاح بالك فارغ متهيئ نفسيا باش ترقد غابيدمو توا تصور روحك فقت من غدوة صباح سي اليوم هو أول نهار في الامتحان فقت في المصباح فقت مش على عادتك فقت ناشط فقت فايق فقت لليميت فرحان عارف بالضبط شنو باش تفطر عارف بالضبط شنو اللي باش تعمل شنو باش تلبس أمك ديجا من غادي بدات تدعي بالخير الصباح وتوا تصور روحك وانت ديما مركز على التنفس نتاعك تصور روحك شدة ثنية باش تمشي تعدي وانت شدة ثنية باش تمشي تعدي معناها كسوا مشيت على ساقيك ولا مشيت بمويان دو ترانسبور ممكن يصير اللي يجيك فكرة ولا يجيك وضعية اللي باش تخليك تحس بالضغط وتحس بداية متاع ستريس يمكن أي. ممكن يجيك فكرة كيك أما باش تعاود تتبسم من هذي علاش خاطر ماجيكش ستريس وانت في بالكش تو انت محضر له ستريس هذي انت محضر اللي ممكن يجيك فكرة كي منك يجيك فكرة كي منك كيك تعاود تتنفس وتعاود تكمل في التخيل في التصور الدقيق متاع بقيت النهار كيف باش تعد سي تو جيت قدام القسم تصور روحك باش تدخل ودخلت بالساق اليمين اول ما دخلت قش عليك لو فيت اللي انت دخلت في القاعه هذيك قش عليه تخمرت دخلت وليت مركز كليا معناها قعدت في بوقتك وليت مركز عارف روحك شنو باش تعمل بالضبط جاتك الورقه نتاع الامتحان سبحان الله زهر ولا مش زهر ولا تحذير اما قش عليهم السؤالات اللي جايين كل قش عليهم عطاهم لك من قبل معناها ستيلو يكتب وحده وانت تجاوب تقدم تجاوب تقدم تعمل طله في الوقت امورك واضحه في الوقت ماشي قاعد تقدم كل شيء ماشي كيزيت على الماء تصور روحك توا خرجت من الامتحان عديته بالقدا حس بك الفرحة وكشيخة اللي انت عديت بالقدا عديت بالقدا تلمو عديت بالقدا اللي ما عادش يهمك باش تقعد تسأل على الامتحان اسكو عملته بالقدا ما عندوش صحابك شو عملوا ما عملوش شنو جاب روحت طول للدار ارتحت وعارف بالضبط شنو اللي باش تحضر وقتها عشيتها شنو الحاجات اللي باش تحضرهم وكيفاش تروح للدار باش تولي مركز كليا على الماده اللي باش تعديها من غدوه واضح دونك وهكيكا باش تكمل التصور نتاعك هذا والتخيل الايجابي دقيق كم تصوره لبقيه الجمعه من كل يوم تعاود الفيلم هذا الاكزرسيس هذا اللي عطيتونا مروان كل يوم هذا تعمله تجم تعمله وقت اللي انت حاجتك باش تعمله علاش خاطر بعد ما تعمل التمرين هذا هاك شفت معناها ما قعدتش برشا معناها ابان 7 ولا 8 دقائق مي بعد ما تعمل الاكزرسيس هذا باش تحس احساس اخر وباش تكون في مود وما كيفاش نقولها humeur positif en plus de ça باش نرجع حاجه ما قلتهاش قبليك اللي شنو اللي خلينا نستريسيو امل خلينا نستريسيو وقت اللي المخ يستشعر خطر معناها فما حاجه ان دونجي باش يجي اما المشكله في السيرفو نتاعنا ما يفرقش ما بين خطر بالحق زاد معلي كهرباء بالحق ترافيج والا حاجه متخيلها انت دونك هذاك يتولد منه ستريس دونك احنا بالاكسيس هذا ايش نعملوا نبرمجوا مخنا باش يشوف سيناريو ايجابي وجينيرالمون كي تبرمج مخك باش تشوف سيناريو ايجابي السيناريو هذاك يصير واضح دونك تكون في وضعيه تاع ثقه والسيناريو هذاك غالبا ما يصير علاش خاطر التمرين هذايا يعطي نون سولمون يعطي مفعوله بطريقه فوريه ايميدياتمون اون بلوس بعد ما انت تفيق وتكمل حياتك نورمالمون شقد اللاوعي لانكونسيون يكمل يختم يكمل يبرمج في مخك على الحاجات هذوك قداش يقعد هكا مروان التمرين هذايا هذايا راني قلت لك معناها تنجم تعمله اون 10 مينوت 10 دقائق ما اكثرش باهي ما اكثرش هذايا 10 مينوت كيبدا واحد وحده بيان سور تنجم تلتجئ للكوتش بروفيسيونيل تعمل معاه التمرين هذايا مع كوتش بروفيسيونيل تنجم تدوم 30 35 دقيقة علاش؟ على خاطر يكون يهيئ أكثر بطريقة بلو بروفيسيونيل طريقة الاسترخاء، طريقة التصور، يولي يدخل في الديتاي نتاع الديتاي قش عليك عايشه أنت لا سيتواسيون الموقف هذاك عايشه دونك فما دي كوتش سيرتو اللي فورمي على التنويم الإريكسوني معناها ليبنوز إريكسونيان
ils peuvent très bien faire ça. Donc, ننصح التلامذة باش يحطوا روايحهم في في التصور الإيجابي هذا اللي سكون أبل فيزواليزاسيون دو سوكسي فيزواليزاسيون كرياتيف وبقدة ربي عندها تأثير فوري حاجة مش من الدولة ما نعرفوش برشا في في تونس أما الرياضيين يعرفوها بالكدا ثم التلامذة تجمو تطبقوها وجربوا وتشوفوا النتيجة وحدكم فوالا وإن شاء الله بنجاح وبالتوفيق للناس الكل بالضبط الكلمة الأخرى خليها لك مروان باهي نوصي التلامذة توا سي مازال نهاري نهار الأربعاء صباح عاديو دونك يحاولوا ثمانية سوايع متاع النوم نتاعهم استحفظوا عليهم مهم جدا خاطر الدراسات اثبتت اللي كي ترقد ساعة قبل الوقت المعتاد ترقدوا لية الامتحان جينيرالمون من الغدوة تبدا اعدادك خير بياسر نشربوا برشا ماء نشربوا برشا ماء مش خاطر الدنيا سخانة خاطر المخ نتاعنا باش يبدا فايق حاجته برشا ماء ما كسوسوا في الفطار ولا في السحور خاطر فما ممكن نهارات باش يجيو رمضان, رمضان. دونك ردوا بالنا من المنبهات قهوي كلي باسون انرجيزونت والحاجات هذوك الكل ابعدوا من المحيط والصحاب والتلامذه اللي باش يستريسيوكم خاطر فما ساعات صحاب اللي يا ما حضرتش وما عملتش اللي اذا باش تحس فما جماعه من صحابك هكاك ابعد عليهم في البريود هذه او موا كي تخرج من الامتحان كيف كيف ابعد على العباد اللي باش يقول لك يا جاوبت هذيك لا حق عملت هكا كتبت هكا ابعد علي دونك الجمعه هذه هي جمعه نتاع بطوله وكوب او ميم طون بطوله خاطر ماذا بيك كل يوم تكون حاضر وكوب خاطر كل نهار ونهار معناها كملت عديت الماده نتاعك ركز على الماده اللي من بعدها اكهو وهكذا وانسى اللي فات وامشي ديما قدم القدام وهكذا وانا وانا معناها اخر كلمه نقول لهم كونوا واعيين بالقدرات نتاعكم راهو اللي حضرتوه يززي بالوافي وانا واثق اللي يسمعوا فينا كل في كاب اف ام خط ربي ناجحين ان شاء الله ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق للتلامذة الكل وانا نشكرك برشا مروان نورمالمون خاطر هذه اخر حصه معاك اليوم دونك ميرسي بوكو على النصائح الكل 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 اللي قدمتهم لنا فوالا انا وليت ننصح في العبيد معناها وليت عندي خبره في الدومين هذايا ان شاء الله ترجع لنا في زيرو بوليتيك في السيزون الجايه بيان سور اللي هي تبدا في سبتمبر ميرسي بوكو مره اخرى مروان شنو تحب تقول زيد على الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فيك سايتي ان بليزير هذا اول عام جانترفيان دو مانيير هكا ريغولير وحنا فرحانين برشا اللي انت كنت معنا السنه نشكر ليكيب نتاع كاب موتيفاسيون نشكر رهيبه نشكر الجماعه اللي في التكنيك اللي كل مره دوك ندخل نقول مسكروا الكليماتيزور دونك نشكركم برشا وان شاء الله المغامره هذه نكملوها ان شاء الله بقدرة ربي ميرسي بوكو مروان كاب اف ام الكلمه ليك